بلاتي بعدا واحد القضيه تفهموا عليها واش تبداو ولا نبداو؟ لا واقيلا ما فهمتوناش مزيان. واش نبداو السكيتش عاد تضحكوا ولا تضحكوا عاد نبداو السكيتش؟ اختاروا. ضحكتوا مرحبا. مؤخرا كنت كنتفرج في واحد البرنامج الصحفي، واحد الصحفيه سولت مؤسس الفيسبوك مارك زوخربز، قالت لي شكون هذا؟ مارك زوخربز شنو؟ مارك زوخرمز شنو كيدير؟ مول الفيسبوك، مول الفيسبوك علاش اللونجلي؟ علاش مول الفيسبوك؟ سولته الصحفيه قالت ليه شحال الثروه ديالك؟ شنو قال لها هو؟ قال لها واش قبل ما تسولي السؤال ولا من بعد ما تسولي السؤال؟ السيد تبارك الله غادي وكينتشر في الثروه ديالو. ودير داروا عندنا حتى حنا اخنا عليك بالله. حتى حنا مشات الصحفيه عند الفراشه اللي كيفرشوا في الطريق اييه وسولاتهم قالت لهم شحال الثروه ديالكم؟ واش قال لها؟ جاوبوها قالوا لها واش قبل ما يدوز القيد ولا من بعد ما يدوز القيد؟ هي كتختلف. هذه كتنقص. ولكن بيني وبينكم كيبقى المغرب اجمل بلد في العالم. المغرب فين غيكون اجمل بلد؟ فين؟ كيفاش؟ فين غيكون؟ واش عمرك شتي المغرب؟ فات المغرب؟ المغرب راه حدو المغرب. انا راه بغيت نقول اجمل بلد في العالم. دابا انا فهمتك، انت بغيتي تقول الصراحه. انا كذاب. مرتاح دابا؟ انا كذاب. ولكن واش عارفني علاش قلتها؟ لا ما عارفش. المغرب اجمل بلد في العالم باش كيعجبك ببزاف الثقافات وبزاف الاجيال. ناخذوا مثلا كتلقى جيل كينسيك في جيل. ناخذوا مثلا جيل الستينات. واش حاضر معنا جيل ديال الستينات هنا؟ لا اغلبيه كيضربوا الحسوه وكيناسوا في البلاصه، ما كيديروا والو، ما يتفرجوا ما يديروا. بعدا باش نتفاهموا، الجيل ديال الستينات هما بواتنا، صفقوا عليهم مزيان. كتلقاهم كاملين متفقين على جمله. شي جيل ديال الستينات دخل تما. دخل الستينات. مرحبا بك. مرحبا. وكتلقى هاد الوالدين ديال جيل الستينات كاملين متفقين على جمله واحده. والدينا ما قررناش. اولي عرفتي انا كون قروني والدي شنو كنت غندير؟ اولي عرفتي انا كون ما خرجوش من القرايه اش كنت غندير؟ اش كنتي غدير؟ وكون ما خرجونيش ونوريك اش ندير؟ اجي شكون انت؟ اهلا واش بوات سعيد هذا؟ ايه هو هذا بوات وادي. ايه هو هذا. مرحبا. حتى خرجوك من القرايه؟ خرجونا من القرايه اش غدير؟ ولكن شوف شد لي في الوليده تقراو. لا الوليده تبارك الله. تبارك الله. وادي تبارك الله راه كمل قرايته. تبارك الله. انت سعيد راه كمل قرايته. ايوا مزيان. هما راه خدموا. خدموا. فاش؟ كيضحكوا لي خدامين. تبارك الله عليك. لا قراو تبارك الله. لا قراو. عاد شوف عاد كاين الجيل ديال السبعينات اللي هما مواتنا. راهما داروا الواتساب مؤخرا. ياك الامهات. بعدا واحد القضيه، ما كاينش اللي ما صيفطاتش ليه بو ذاك الفيديو اللي دار تحركات بسبب شارجور. بحال هاد الشارجور هو اللي كيحرك الديور. وكتلقاهم اكثر جمله متفقين على الامهات ملي كتعيط لك وتوحشك هي كيدير الجو وليدي. كتلقى الو وليدي. الو الوالده. وكيداير؟ الحمد لله بخير. يا بخير هاني الحمد لله. وقول لي يا وليدي كي داير الجو عندكم؟ والجو بارد شويه الوالده. ايوا تغطى وليدي مزيان تغطى. مغطي هاكا باك بغى يهضر معاك. دوزي يا الوالد. الو الوالد كيداير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شي بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله ربي خير. الحمد لله. شي بخير؟ الحمد لله هاني. الحمد لله صحابك على خير. الحمد لله. وقول لي يا وليدي كي داير الجو عندكم؟ والجو راه بارد بارد شويه الوالد. ايوا تغطى وليدي هاكا عمك بغى يهضر معاك. دوزي عمي. الو عمي كيداير؟ الحمد لله لامال. الله يلا بخير. دار الله يلا بخير. حابك لاشيوم. الله يلا بخير. قرايه الله يلا بخير. دراسه الله يلا بخير. مدام الحمد لله. فيدات الله يلا بخير. وما قلتليش لينا الجو كيداير عندكم؟ والجو بارد عمي بارد. ايوا تغطى هكا عمتك بغات تهضر معاك. الو خويا كيداير؟ سخون الولد سخون عمتي. شنو هو الجو سخون دابا سي سعيد؟ دابا هما قلت لهم بارد وعمتك قلتي لها سخون علاش؟ واش عمتك؟ لا ادخل سوق راسك. اي ادخل سوق راسي. كاين ارك لي عاوتاني كاين جيل ديال الثمانينات. الجيل الذهبي. الجيل الذهبي. واش كاين معنا الثمانينات هنا؟ وي. نفكركم في الحياه. يلاه. جيل ديال الثمانينات.
أراك لي الحياة. أعطينا الموسيقى ديال الثمانينات. أيوة من بعد فراقنا بلاتي اخويا بلاتي تسخر على الدريه اخويا تسخر لا لا الحاج لا اي عرفنا الحاج مرتك ولكن سيباري شويه كل ما سيباري تيكون ما مزيان بعد الجيل ديال الثمانينات واعرين بزاف معروفين الخطبه بلاتي بلاتي حريرتكم حريره كتصفحوا اكثر جيل معروفه فيه الخطبه اكثر من الزواج الخطابه انت شوف ولكن انت بعد الدريه ديال الثمانينات كتعرف عليها السيمانه الاولى كدوز معها السيمانه الثانيه السيمانه الثالثه كتقول لك جاو فيا الخطاب مفروشه معيقه هذيك تتعرفتي عليها جاو فيك ولكن انت الشباب ديال الثمانينات كيعجبوك حتى هما الخطابه ديالنا كتلقاه خاطب ربعه في دقه مصبق الشرع قبل ما يتزوج كتلقاه خاطبها 15 عام 15 عام هو خاطبها وملي كتسولو كتقول ليه علاش ما تزوجيش بها يقول لك باقي ما عرفتش الكاركتير ديالها هو راه عرف الكاركتير ديال الكاراكاس ديال الكارت ميموار ديال الموتور ديال الديمارور ديالها وكيبقاو وكيبقاو ما بين البعد والبعد الاخر امتى غتجي لدارنا تاج ما راسي امتى غنديروا الاولاد وتاج ما راسي امتى غتزوج بيا تاج ما راسي كتشوفوا ما جمعش راسها كتمشي تجمع راسها وكتجي توقف عليه في القهوة أنت هو باه هنا كيوليو ما بين القرب والقرب الآخر إمتى غتجي المحكمة؟ حتى نجمع الدوس حتى نجمع الدوس باق كضحك هادو بان لي أصحاب التسعينات هما اللي كيضحكوا التسعينات أي 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 كاين التسعينات هنا الله الله أكثر جينيراسيون مزرفة مزرفين مزرفين جاو ما لقاوش الخدمة والو الزواج ما كاينش لقاو ديال الثمانينات تزوجوا بصحاب الثمانينات ديال الألفين تزوجوا بالألفين بقاو حاصلين هما الوسط وميليو لا وبعد بعد الدراري ديال التسعينات دازوا من واحد المرحلة فاش كان صغير كان كيدخل يدوش كتدخل تدوش ليه مو عادي جدا ولكن ملي كيكبر وكيتسعوا ليه الكتفين ما كيبقاش راضي بمو تدوش ليه يلا كيدخل بحال ما هو كيدوش حتى كتدفع عليه الباب اعطيني ايدك هذا حكان هذا ها ايوا اعطيني اليد الاخرى هذا حكان هذا ها هز يدك بجوج هز 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 هاي قال لك ما غاديش مو تحك ليه والله يا امك تنحكك هذا شد عبيعه هاي نوض شلل سخفني نسخو وكتحكي ودلي الوالده ارك لي الجيل ديال الألفين واش كاين الألفين هنا وي فريفيرات فريفيرات طيارات تك 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 اي ركاتي تك 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 طيارات زيت الويفي والكاتجي اصلا اسمها هو الكاتجي حيتاش كاتجي وكتمشي ما كيجلسوش ما يكملوا ماكلتهم والو حتى حاجه ما تيكملوها الهضره ما تيكملوهاش كيجي عندهم با بغى يسولها با يتناقش معاه اجي انت فين كنتي انا انت فين كنتي انا ماما الدراري فين هو فين مكتوبه اما انا كنت تشتك ما كتكملش الهضره لا كنكملها الوالد كنكملها شنو اسمه الوالد عطيني واحد 500 درهم عندنا واحد الرحله في المدرسه انا ساعه ندير ساعه ندير حتى هي دابا الوالد لا عطى لي بيت دابا ساعه ندير دابا عطى لي دابا وباش كتعرف بعدا باش كتعرف الجيل ديال 2000 في الدراري هذه حتى شوما باقين في المراهقه واحد شويه كتعرفوا ما من الصوت ديالهم دابا الدري ديال 2000 كيكون كيعيش الطفوله ديالو بسلام ولكن ملي كيتسعوا ليه الكتفين حتى كيغفلوا صوته كيمشي
كيكون كيلعب ما بيه ما عليه ما على بالوش حتى كيجي عنده با اجد اجد بصوت مول انت فين كنتي كنت كنلعب مع الدراري الكوره فيك انت يا وليدي كنلعب مع الدراري الكوره علاش ما عند بوك فاضة ولا شنو؟ هذاك الشيء اللي كان عندنا قرينا في المدرسة. شتك يا وليدي بحالك كتغلط عليا صوتك. لا لا وليدي راه كتغلط عليا صوتك. راه ما بقيتش مرتاح في الدار هذه شي بحال خلي خلي الموسيقى خلي خلي خلي